معانا ام محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ دعاء. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. انا ام محمد اللي من البحيره، اللي اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات اللي كان عليا ديون. اهلا وسهلا. ازيك يا ام محمد؟ اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا ممكن اسال حبيبتي؟ الشيخ احمد؟ الله يخليك يا رب. تمام، اتفضلي يا فندم. دلوقتي يا شيخ احمد لو سمحت سؤالين. السؤال الاولاني بالنسبه لتعليق صوره جوزي، يعني ده حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني، دلوقتي انا مش قادره ندفع فلوس الكهرباء والميه، ده يعني حرام عليا ان انا مثلا بييجوا ما بنفتح لهمش الباب من شده خوف ان انا معيش فلوس ندفع لهم، ده حرام برضو ولا حلال؟ انا مش قادره ندفع لهم فلوس الكهرباء والميه. ام احمد، مش احنا اخذنا رقم تليفونك يا محمد؟ اخذنا رقم التليفون، وان شاء الله باذن الله في خير ان شاء الله. يعني في خير ان شاء الله، يعني باذن الله ربنا ييسر الامر. في بالنسبه لقضيه تعليق الصور، يعني انا ممكن اكون مستغرب من السؤال صراحه. انا في 2020 ولسه ممكن نسال عن الاسئله، لكن على اي حال يعني ام محمد، الصور بتاعتنا دي مش هي الصور اللي مراد بها قول النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله المصورين، مش هي دي؟ والا احنا كلنا كده هنروح في 60 داهيه، يعني كل اللي قاعد في الاستوديو ده مش ده خالص. لان الصوره في الحديث معناها المشابهه والمماثله، دي معنى خاص. لكن الصوره اللي احنا بنصورها دي اللي دي اسمها حبس الظل، تمام؟ فدي ما فيهاش مشكله. وكانت في رسالة ماجستير في كلية الإمام الأوزاعي جامعة بيروت لأستاذنا الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي، وناقشها سيدنا المغفور له بإذن الله العلامة محمد سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله ورضي الله عنا به وعنه، نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. استنبط في نهاية هذه خاصة بقضية التصوير، يعني إن لا، مفيش مشكلة خالص بتعلق الصورة. أنا شخصيا معلق صورة والدتي عندي في بيتي، يعني معلق صورة أخويا رحمة الله عليهم الوالد الكريم، لا دي ما فيهاش مشكلة وليست حرام. ومش ده المراد بها لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا إيه ولا صورة، مش هو ده المراد. وبعدين حتى الحديث كمان له مفهوم خاص تاني مختلف تمام، يعني بال ده. وهنكلمك تاني محمد إن شاء الله، وفي خير ليك إن شاء الله بإذن الله.